النهارده هنعمل مع بعض الجلاش الجميل الحلو ده، الصوابع وازاي بيطلع معانا حلو كده، وطبعا الصوبع ما بيفكش خالص بطريقة سهلة وبسيطة، واتبعي معايا الخطوات هيطلع معاكي جميل جدا جدا، وهتحبيه اكتر من اللي بتشتريه من بره بكتير. ان شاء الله هيعجبك طريقتي قوي قوي، وطريقة سهلة، وباكت الجلاش يعني حوالي 400 جرام، ما بياخدش اكتر من 10 دقايق، يعني 10 دقايق ده كده كتير. هيطلع معاكي حلو قوي قوي، وريحته جميلة وسهل وبسيط، وهيتلف بسرعة معاكي، ومن اول مرة هتطلعيه بنفس الشكل الجميل ده. يلا بينا نسمي الله ونخش ونشوف الجلاش الحلو بتاعنا دوت اتعمل ازاي. رحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللي اول مرة يشوف قناتي يا ريت يفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد باذن الله. ولايك حلو للجلاش الجميل ده. النهاردة هنعمله جلاش الحلواني، واحلى من اللي بتشتريه منين حلواني. طبعا هتعمليه بايديكي بنظافة، سمنة انتي واثقة اذا كانت سمنة بلدي او زبدة بلدي. طبعا معانا الخلطة بتاعتنا، معانا الشربات عملناه وبرد خلاص، لازم يكون بارد ويكون سمكه يعني مش تقيل قوي اهو، يكون بالقوام ده كده. طبعا انا عملته وبرد خلاص، واركنه بقى كده على جنب، مش محتاجاه دلوقتي الا بعد ما اخلص خالص الجلاش بتاعي. ومعايا زبده على سمنه بلدي مسيحاهم كده بالشكل ده، ومعايا الخلطه دي. انا الخلطه دي بحطها في برطمان في التلاجة، بتقعد معايا فتره طويله. ده بندق على سوداني على زبيب جوز الهند قرفه، دي المكسرات اللي انت تحبيها حطيها على لوز كلها وضربها في الكبه، طبعا بدون جوز الهند وبدون الزبيب. ضربت المكسرات في الكبه ورحت حاطه الزبيب وجوز الهند والقرفه، وبحطهم في برطمان في التلاجة، يعني اي وقت محتاجة ان انا اعمل اي حلويات بتكون المكونات معايا سهلة. ومعايا لفة الجلاش بتاعتي كده، طبعا انا بجيب كذا لفة وبحطها في الفريزر، وقت ما بحتاجها بطلعها قبلها بساعتين كده تفك وببدأ ايه اشتغل فيها. يلا بينا نسمي الله ونشوف الجلاش الجميل بتاعنا. طبعا الجلاش انت ممكن تعمليه بكذا شكل، انا بحب اعمله صوابع يعني زي اللي بتشتريها من الحلواني بالظبط، انا بحب اعمله صوابع. في ناس بتحب تعملها في الصينية، بس انا بفضل الصوابع بصراحة. اهو يلا بينا بقى نسمي الله ونبدأ ايه الجلاش، عشان ملفوف كده يعني حاسة ان هو ايه يعني في زي تقطيعه كده بالطول، فانا بقى هعمل ايه، انا بحب اقطعه كده بس هو عشان ملفوف فحاسه انا بحب اعمله صوابع صغيره مش كبيره، فانا هقطعه بالشكل ده، بالشكل ده كده صوابع كلها تكون مقاس بعضها. حبيتي انتي بقى تكبري الصوبة تكنزيه عن كده براحتك بالشكل ده كده. يعني الصوابع تكون متساوية. انا بحب اعمله كده عشان احس ان الصوابع كلها مقاس بعضها كده، وبصراحة طالع من الجيف ليزر طري جدا، يعني انا دوت داخل في حوالي اسبوعين عندي، حلو جدا بصراحة. نقص بقى الكمية كلها كده تكون شرايط متساوية قد بعضها اهو كده، وطبعا لازم اغطيهم بفوطة نظيفة عشان الجلاس زي ما احنا عارفين مجرد ان هو بيتعرض للهواء، انا كده طلعته من الباكت بتاعه، مجرد ان هو بيتعرض للهواء فبص الاقيه بينشف على طول كده. قطعناه بالشكل ده
انا هنا بالشكل ده يعني بمسك ورقتين كده من الجلاش. طبعا زي ما قلت لكم ممكن تلاقي ورقة مقطوعة، فاحنا بنعالجها بالشكل ده كده، وباجي احطها كده، ومع الحشو ما بتبقاش باينة خالص لاني انا داريتها بالورقة اللي تحتها اهي، مكان ما هي ملفوفة فيها كسرة شوية قطع شوية. فاحنا طبعا ما فيش حاجة بتغلب معانا، كل حاجة لازم نطلعها سليمة ومظبوطة. طبعا ورقتين كده اهو بالشكل ده، وباجي عاملاها كده اهو، بفرد الكمية كلها. دي بتسهل لي طريقة الحشو بطريقة ما حصلتش بجد، يعني بتسهل لي قوي الطريقة اللي انا بحشي بيها. هما ورقتين بس اللي انا محتاجاهم، بس لازم اظبطهم عشان لو في حاجة مقطوعة ما تضايقنيش في اللف بالشكل ده كده. طبعا الجلاش بتاعي طري وفي منتهى الجمال، حلو جدا بجد. رغم اللي انا قلت هطلعه من الديب فريزر هلاقيه، لاني بقاله 15 يوم بس لقيته ما شاء الله زي الفل، يعني ما فيهوش اي حاجه وطري جدا و يعني سهل. انا هرص الكميه، بيت اوريكم اخر واحده بتنيها ازاي. بتنيها بالشكل ده اهو كده، يعني التانيه بتكون من بره كده بالشكل ده، كلها التانية بتاعتها من بره اهي، يعني ده الحرف ودي التانية. بالطريقة دي الحشو مش هيطلع مني وهيطلع حلو جدا. نبدأ بقى نقص سمنة زبدة ايا كان اللي تحبيه، بس انا بحب احط في الحلويات الزبدة مع السمنة البلدي، بصراحة بتطلع طعم جميل جدا جدا. نبدأ بقى نغوص كده. طبعا مش دي السمنة بس، انا مش هستكفى باللي انا بحطه من جوه، لا انا من بره بعد ما اخلص هرش عليه، لان كل الحلويات ما زادت سمنتها، يعني مش زيادة قوي، لا في المعقول اهو بالشكل ده كده. الطريقة دي بتبقى بتسهل جامد على عليكي وانتي بتلفيها اهو بالشكل ده كده، صوابع صغننه جدا بالشكل ده كده اهو كده، ونحاول نتك عليها عشان الحشو ما يطلعش بره اهو كده. سهله جدا جدا اهو كده. طبعا والسمنه اللي انا دهنيها دي بتثبت لي الجلاشايه، ما تخليهاش تفك من بعضها بالشكل ده كده، طريقه سهله جدا جدا. يعني دي اسهل حاجه في عمايل الجلاش اللي انت تلفيه على صينيه بالشكل ده. طبعا معايا صينيه دهنها سمنه اهو كده، الارضيه بتاعتها سمنه. ابدا بقى ارص كده بالشكل ده، يعني دي اكتر حاجة انا بفضلها للجلاش، طريقة لف الصوابع بالشكل ده كده، وسهلة جدا جدا وما بتاخدش حاجة. هلف الصينية دي كلها طبعا عشان الوقت، ونرجع مع بعض. صينية الجلاش ما خدتش في ايدينا اي حاجة، وصوابع شكلها حلو جدا جدا. اعمليها ما تستصعبيش حاجة، كل حاجة هتحبيها اللي انت تعمليها هتلاقيها سهله جدا معاكي. فدي طريقه سهله قوي، ودي افضل طريقه للف الجلاش بصراحه. انا على طول بعمله كده، يعني نادر قوي لما بعمله اللي هو السمبوكسه ده، بفضل قوي الصوابع. طبعا حبيتي تعملي صوابع اكبر من كده، دي حاجات اللي يريحك، اللي يريحك اعمليه. ممكن تعملي اصغر من كده برضو، اهم حاجة نشبع الجلاشة سمنة عشان تاخد كفايتها من السمنة بالشكل ده. طبعا انا حاطه في الجلاش من جوه قبل ما احشيه. يلا بينا بقى على فرن ساخن، واول ما تاخد اللون الذهبي بتاعنا خلاص بقى كده يبقى حلو قوي، يعني نحاول ما نغمقش. يلا بينا بقى على الفرن.
الجلاش بالطريقة الجميلة دي طبعا، وهو سخن على طول نزقيه بالسيرب بتاعه اهو بالشكل الجميل ده، ريحته حلوة قوي قوي ومش مكلف وطريقته سهلة، وبنص كيلو، اقل من نص كيلو طبعا، الباكت 400 جرام. عملنا الطبق الجميل ده ولسه فيه تاني جوه، طريقته سهلة وجميلة، وان شاء الله هتعمليه ويعجبك. يا ريت بقى تدعميني بلايك وشير وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء في الفيديو القادم مع ألف مليون سلام.